عبر سكايب ينضم إلينا من ولاية شمال راين الألمانية حسين خضر القيادي في الحزب الاشتراكي الألماني. أستاذ حسين أهلا بك معنا. يعني تصويت، عملية التصويت تجرى هذه الأونة، الحزب الديمقراطي الحر أيضا والحزب الاشتراكي الديمقراطي وافق على ترشيح شولتز لمنصب الاستشارية، كيف هي أصداء هذه العملية التي تجرى الآن؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في البداية طبعا بعد اجتماع ممثلين الأحزاب الثلاثة وتنفيذهم أو تجهيزهم لمسودة عقد موائمة ما بين الأحزاب الثلاثة، طبعا كل حزب بيبدأ يعرضها على القاعدة الشعبية بتاعته. الحزب الاشتراكي الديمقراطي عمل كده فعليا وعمل مؤتمر استثنائي حضر فيه المفوضين ووافقوا بالنسبة تزيد عن 98%. كذلك الأمر الحزب الديمقراطي الحر هو كمان عمل مؤتمر استثنائي وحضر مفوضين وهم كمان وافقوا. حزب الخضر اختار طريق تاني وان هو يسأل كل أعضاء الحزب مش مفوضين فقط، وده حصل فعلا وبدأوا البروسيس بتاع التصويت والنتيجة هتطلع في الدقائق القادمة. يعني هم كتبوا بيان رسمي النهاردة الصبح ان النتيجة هتطلع الساعة 2:30 بتوقيت ألمانيا، ولكن كلنا بنتوقع وحسب استطلاعات الرأي ايضا كلنا بنتوقع موافقة الأغلبية من أعضاء حزب الخضر على مسودة عقد الموائمة، وبالتالي لو حصل الكلام ده هيبقى من النهاردة من بإمكان الثلاث أحزاب الثلاثة ان هم يبدأوا فعليا في تشكيل الحكومة اللي هم كانوا متفقين عليها طبقا للعقد ده ونقطه والمفاوضات اللي حصلت الاسابيع اللي فاتت. وان شاء الله لو حصل الكلام ده وطلعت النتيجه زي ما احنا ما بنتوقع نقدر نقول ان هيبقى في اعلان رسمي يوم الاربعاء اللي جاي عن المستشار القادم لالمانيا، وهيكون في الغالب اولاف شولز مع الوزراء اللي تم ترشيحهم من كافه الاحزاب الثلاثه. وتبدا الاحزاب الثلاثه طبعا بتنفيذ النقط اللي موجوده في مسوده عقد الموائمه اللي تم عرضه على كافة أعضاء الأحزاب الثلاثة، ولاقى كمان قبول كبير جدا لأن في نقط كبيرة جدا كتيرة جدا في المسودة ده هي كانت ضرورية في المجتمع الألماني والمجتمع نفسه إحنا محتاجينها داخل ألمانيا. عندنا مشكلة كبيرة جدا بقالها فترة طويلة وهي مشكلة إيجاد سكن ميسور التكلفة أو الإيجار بتاعه يكون مناسب للأسر الألمانية هنا. وفي المسودة دي أقروا الأحزاب الثلاثة إن هم هيبدأوا سنويا إن هم يبنوا 400,000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة هل هذا الأمر متعلق أستاذ حسين بإنشاء وزارة اتحادية جديدة للبناء؟ طبعا، ولكن مش البناء التقليدي اللي احنا كنا متعودين عليه. النهارده شايفين كلنا ان مشكله المناخ ما بقتش واجهه سياسيه، هي بقت مشكله كبيره جدا بتواجه الدول. احنا كلنا في حاجه ان احنا نتكاتف ونتعاون للحفاظ على هذا الكوكب علشان اولادنا واحفادنا، وبالتالي كان مهم جدا الفتره اللي جايه لما يكون في وزاره خاصه بالبناء ان يكون كمان البناء دوت صديق للبيئه، ان يكون البناء ده محايد مناخيا. يعني نقدر نقول مثلا انه بيعتمد في توليد الطاقة بتاعته من خلال استخدام الأسطح لتوليد الطاقة الشمسية لإعادة تدوير المياه اللي بيستخدموها في المباني دي، ان تكون طريقه البناء كمان موفره للطاقه، ما يحتاجش طاقه كبيره جدا لتدفئه المباني. فده كان امر ضروري جدا. يعني النهارده مش هنلاقي حتى في وزاره البناء بس، هنلاقي دايما ملف المناخ في الحكومه اللي جايه موجود في كل وزاره، سواء بقى بنتكلم النهارده لو هنتكلم عن طرق ومواصلات هنلاقي في خطوات سريعه جدا الفتره اللي جايه ان النقل عندنا يبقى نقل مستدام، نقل صديق للبيئه. ألمانيا عندها هدف مهم جدا انها عند 2030 تستغنى استغناء كامل عن الفحم والطاقة الملوثة، وانها توصل ل 2045 انها تكون دولة محايدة مناخيا بالكامل. وبالتالي ملف المناخ النهارده مش هيكون في وزارة البناء بس، هيكون في كافة الوزارات الألمانية، وهتبدأ تراعي النقطة دي وتراعي الأهداف السياسية حتى نصل جميعا متكاتفين ان احنا نكون دولة محايدة مناخيا، نقلل نسبة اصدار CO2 او ثاني اكسيد الكربون CO2 والكلام ده كله وغيره. بشكرك شكرا جزيلا من ولاية شمال راين الألمانية أستاذ حسين خضر القيدي في حزب الاشتراكي الألماني، شكرا لك.